في العام 2016 في برنامج الدراسات السودانية في جامعة أكسفورد، كانت هناك احتفالية واحتفاء بالفنان التشكيلي العالمي السوداني إبراهيم الصرحي، وكنت حاضرة مع أختي. وكان من الحضور الشاعر السوداني الكبير أحمد الفرجوني. فلما تقدمت وعرفت بنفسي وعرف أنني من دولة قطر، الحقيقة بدأ ينطلق بالقصائد والشعر، ومن يعرفه يعرف قريحته التي تنساب كالنار. ثم تصادف أن معه نسخاً من ديوانه، فأهداني وأهدى أختي فاطمة نسختي. هذه نسخة منها.